كلامنا ما بينتهيش، لاننا في بلد قررت تكتب تاريخها على ارضها، فسمت شوارعها باسم عظمائها وابطالها علشان تفضل الناس فاكراهم على مر الزمن. يلا بينا نعرف حكايتنا النهارده. هو نحات العصر الحديث ونحات مصر الاشهر ومن ابرز فنان الرعيل الاول هو محمود مختار ابراهيم العيسوي، ابن قريه طنباره قرب المحله الكبرى، اللي ظهر نبوغه في التشكيل والنحت وهو صغير جدا، واحد الفنانين الرواد القلائل في فن النحت، وله متحف باسمه قائم حتى الآن اللي بيعد قبلة لدارس الفنون في مصر، وشاهد على فترة تاريخية وسياسية هامة من تاريخ مصر الحديث. له شارع مهم باسمه في حي الزمالك بالقاهرة، التحق بأول دفعة لمدرسة الفنون الجميلة في القاهرة سنة 1908، واللي شهدت نبوغه العظيم اللي خلاهم يبعتوه يكمل تعليمه في فرنسا. ونظرا لعبقريته اللي ظهرت في أعماله اللي شارك بيها في معارض ومؤتمرات أوروبية، قرروا يعينوه مدير لمتحف جريفان في باريس، في حادثة هي الأولى من نوعها لتعيين مصري مدير لمتحف في أي مكان في العالم وقتها، وتؤكد مدى تقديرهم ليه ولعبقريته الفنية. أشهر أعماله تمثال نهضة مصر اللي كانت فكرته التعبير عن اليقظة اللي بدأت في بلاده عن طريق الفلاحة المصرية أم الأجيال اللي أقامت حضارة مصر، وأبو الهول رمز الحضارة المصرية القديمة. اتوفى في 27 مارس 1934 عن عمر 42 سنة بس، لكنه ترك وراء إرث عظيم من العلم والفن في مصر وأوروبا، هيعيش لسنين طويلة. يمكن نكون خلصنا حكاية النهاردة، لكن مصر حكاية كبيرة عظيمة ما بتنتهيش. سلام.